قصة الفيلم بشكل مختصر يعني هي قصة 3 بنات تعرضوا في الصغر لحادثة معينة في حياتهم، دي أثرت على حياتهم بعد كده. أنا من ضمن ال3 بنات، ميري رسامة. بنشوف إزاي الحادثة اللي حصلت لها وهي صغيرة أثرت عليها. كله بيناقش قضية مهمة جدا ودلوقتي موجودة في المجتمعات الشرقية للأسف والغربية كمان، فإحنا بنناقش القضية دي. بما أني برضو أم وعندي بنتين فدي بتمسني قوي شخصيا، فشايفة أن الفيلم بيمس الحكاية دي قوي، فعشان كده أنا حابة أن أنا أبقى مشاركة في الفيلم. أوعدك إن ده هيبقى فيه إقبال قوي جدا، لأنه أولا عناصر الفيلم ناجحة كإنتاج، كقصة من الأول، كسيناريو هايل، إنتاج، إخراج، مخرج شاب زي إبرام عينيه حلوة، واخد كادرات حلوة، بيصور حلو، حابب الممثلين اللي معاه، حابب السيناريو اللي معاه. وجود عناصر جميلة زي أسامة بركات مدير التصوير، سمية، أنا بنوتة الثالثة تقريبا هتبقى ناهد السباعي على حد علمي، فلا عناصر الفيلم حلوة، غير أنه أول حاجة هو السيناريو. مبسوطة طبعا إن أنا وسمية في الفيلم. بنرجع ذكريات القديمة، احنا لسه ما تقابلناش غير دلوقتي، لسه الديكور الرئيسي احنا فيه احنا الثلاثة، فهقول لك الكواليس بقى والخناقات وشد شعر بعض والحاجات دي اللي ورا الكواليس هقول لك عليها كلها، حفتن لك علينا. لا بس انا وسمية صحاب من زمان وفي عشرة بينا، وما تهيأليش يعني محدش فينا دلوقتي بقى عنده الخلق انه يعمل مشاكل، كل واحدة فينا جاية عايزة تشتغل حبة دورها حبة الفيلم، بس المهم ولاد الحلال بس ما يشتغلوش. وقف شوية عشان انا سافرت خارج مصر وكان التوقيت حر جدا، احنا كنا داخلين في الصيف في شهر 7 و8، وشهر 7 و8 الفيلم كله لازم يتصور في البحر الاحمر. شهر 7 و8 كان نو واي نصور في البحر الاحمر، كنا هنسيح في الحر، فقررنا ان احنا نقف شويه لغايه ما الجو يتحسن عشان نعرف نسافر البحر. مش الرعب، هو سايكو شويه، مش رعب بس سايكو شويه. بنشوف شخصيه ملك اللي انا بلعبها في مراحل عمر معينه، وبنشوف الحادثه اللي اثرت عليها في اول الفيلم. بنشوف ده اصلا انا لو حكيت لك هبقى بحرق الفيلم اخر قوي، لان انا كنت بشتغل في حاجه تانية، يعني كنت اوريدي مرتبطه بمسلسل شارع 9 وكان لازم يتعرض، وكان في زمايلي برضو مرتبطين، انت عارف يعني موسم رمضان ممكن يبقى فيه فنان مرتبط بكذا عمل، فمواعيد التصوير تضاربت مع ناس كتير من ضمنهم فراس سعيد، فريال يوسف كانت بتصور وفراس، فالاتنين مواعيد تصويرهم تعارضت مع المسلسل، يعني اتلخبطت، فده اخرنا شويه. اولا المسرح وحشني جدا، انا بالنسبه لي المسرح ده استاذي، يعني اشتغلت 3 مسرحيات قبل كده، مسرح مسرحيتين للدوله ومسرح قطاع خاص، فبقالي كتير قوي وحشني، عايزه اقف على خشبه المسرح وعايزه اشوف الفيدباك بتاع الناس اون ذا سبوت في ساعتها. المسرحيه غنائيه استعراضيه، فدي حاجه لطيفه جدا ان انا ارجع بيها. اسمها قمر الغجر، هتتعرض ان شاء الله على مسرح البالون، مسرح الدولة. دي حاجة انا فخورة بيها جدا، لان بحس ان هو ده الفنان الحقيقي اللي بيقف على مسرح الدولة. بلس ان انا يمكن قلتها قبل كده ان انا بسافر مخصوص اتفرج على شوهات في انجلترا، فانا ببقى غيرانة قوي لما بروح اتفرج مثلا على مسرح في انجلترا وبقول ليه احنا ما عندناش اهتمام بالمسرح، الناس ليه مش مهتمية بالمسرح قوي كده، ليه الدولة ما بتعملش سبورت
شديد شوية، بحيث انه نعمل عروض حلوة. ليه المسرح عندنا ملهوش قدسية زي قدسية المسرح بره؟ يعني ممنوع دخول التليفونات، محدش يتكلم، محدش يصور، العرض شغال محدش بيتكلم في التليفون، فاهم قصدي؟ التزام الممثلين ازاي، الابهار ده بيحصل على مسارح بتاعت انجلترا مثلا، مسرح قد الصالة كده صغير جدا، ومع ذلك بتلاقيه مليان على الاخر. في احترام فظيع للمسرح هناك، وفي تقدير للفنان، فنان المسرح، وفي مجهود، وفي متعة، وفي حاجات كتير قوي. فانا ببقى غيرانة قوي انه ليه ده مش عندنا. وانا شايفة ان اتجاه معظم النجمات، انا عرفت انه دنيا سمير غانم بتعمل مسرح بالظبط. فانا شايفة انه اتجاه الاجيال دي دلوقتي ان هي تشد الانتباه للشباب اللي طالعه والاجيال. المسارح ده شيء مهم جدا، لانه الفن بيرتقي بالبني ادم. بعدين انت لما بتدخل عرض وبيبهرك كاضاءه، كتمثيل، كمسرح، كستيج، في قدسيه للمسرح، انا ببقى خارجه كاني في حلم، حلم بشوفه حقيقه، مش سينما، مش شاشه سينما، حقيقه بيبقى قدامي لايف قدامي.